النهاردة يا جماعة هناخد الجافا سكريبت اوبريتورز زي الجمع والضرب والقسمة والطرح وهكذا. تعالوا نعمل عليهم أمثلة عشان نوضحهم. احنا هنستخدم الفيجوال ستوديو 2012، في فيتشرز جديدة بتدعم الجافا سكريبت انتليسنس والاوتو كومبليت برضو. هنعمل فايل HTML فايل، يعني هنسيبه فولدر عاملينه مثلا موجي سوبريتور، هنسيبه مثلا هنا، هنعمل ريبليس كده ونعمل نيو مثلا فايل جافا سكريبت فايل، هنسيبه برضه في نفس الفولدر هذا هو معمول، هنريبليسه. اول خطوة هنعملها طبعا ان احنا هنربط ملف ال HTML بالسكريبت فايل بتاعنا. هنقول ان ال SC بتاعنا بيساوي ال GS main JavaScript اللي في نفس الفولدر، ونروح نعرف متغير var x بيساوي 5 و var y بيساوي 7. نعمل document dot write ونطلع فيها نتيجة. أول حاجة هنعملها الجمع x زائد y، نروح نفتح الفولدر ونرن ال html فايل بتاعنا. الناتج بتاعنا هيطلع 12، 5 زائد 7 12. نعمل طرح 5 ناقص 7 هيطلع سالب 2، طلع عندنا هنا سالب 2. هنعمل الضرب 5 في 7 35، لو طلع غلط لا طلع صح 35، انا جدول الضرب عندي مظبوط يعني. وهنعمل باقي الاسم، باقي الاسم يعني انا بقسم رقم على رقم وبشوف بقيه الاسم بتاعه ايه. يعني مثلا عاملين نقول مثلا 15 على 5، 15 على 5 في 3 هيتبقى حاجه، لا هيتبقى صفر. لو عملت 16 على 5 المفروض 16 على 5 يبقى 15 على 5 في 5 في 3 وهيتبقى لنا 1. فنعمل ريلود هيتبقى لنا عندنا هنا 1. في حاجه عندنا اسمها x بلس بلس وبلس بلس x، وعندنا y ماينس ماينس وماينس ماينس y او العكس ماينس ماينس x و y بلس بلس وهكذا. فتعالوا نقول مثلا ان ال y بيساوي x بلس بلس. في فرق بين ال x بلس بلس وال بلس بلس x؟ ايوه في فرق. احنا عندنا حاجه في الجافا سكريبت او في معظم لغات البرمجه اسمها لوب. اللوب ده بيبقى عندي متغير بتبقى قيمته مثلا باي رقم وليكن صفر، بلف عليه كل مره وبزود عليه رقم، بزود عليه واحد. يعني ايه بلس بلس الاول؟ يعني هنا ان الواي بيساوي اكس زائد واحد، اوكي. بس هنا اهو زي ما احنا قلنا عندنا متغير وبلف عليه كل مره وبزوده رقم. في حاله ان الاكس بلس بلس اول لفه مش هزود المتغير بتاعي. ليه؟ لان اول لفه هخلي المتغير بتاعي زي ما هو بصفر، وبعدين اللفه اللي بعدها هبدا ازوده بواحد. اما بلس بلس اكس يعني انا هزود المتغير بتاعي من اول لفه، اول لفه المتغير بتاعي فيها هيطلع بيساوي نفس قيمه المتغير اللي هي صفر مثلا زائد واحد، وهكذا هيزيد واحد كل مرة. يعني انا عندي هنا لو عاوز اعرض قيمة الواي هيعرضها لي انها بستاشر. ليه؟ لان احنا قلنا اول مرة بيعرضها بنفس قيمة المتغير اللي هو اكس. لو عملنا run هيطلع قيمته بستاشر. اما لو عملت يعني مثلا تعال نقول هنا اهو
in أو after the first term أو loop لحد ما نعرف ده. تعالوا برضو نشيلها ونقول نعرف واحدة تانية var y بيساوي بلس بلس x. يعني ان y بيساوي x زائد واحد بس in the first loop. يعني النتيجة اللي انا لو انا عملت run في النتيجة دي هيطلع لي ان ال y بيساوي 17 اللي هي y بيساوي 17. نفس النتيجة في ال y minus minus. يعني انا لو عملت كده او خلينا نعمل واحدة جديدة نقول بيساوي minus minus x يعني x ناقص 1 in the first term. يعني y عندنا هتطلع ب 15. ال y عندنا طلعت ب 15. عندنا هنا بقى هنعمل ال minus minus x أو الـ x minus minus 0. after the first term يعني في الحالة دي الـ y هتطلع بـ 16. الـ y طلعت عندنا بـ 16. اوكي تعالوا نكمل عندنا. يبقى احنا خدنا الجمع والطرح والضرب والقسمة وباقي القسمة وبلس بلس وماينس ماينس. تعالوا ناخد assignment operators. يعني انا عاوز اقول ان x بيساوي y او ان ال x بيساوي x زائد y او ان ال y بيساوي x في y وهكذا. في برضو بعض الاختصارات عندنا ليها هنوضحها اكتر. برضو انا هنا عاوز اقول اول assignment operators طبعا في كل الدنيا اللي هو اللي بيساوي. يعني انا عاوز اعرف متغير y واقول ان هو بيساوي x. اوكي فالناتج هيطلع ان ال y عندي بيساوي 16 اللي هو بيساوي ال x. y بيساوي 16. اوكي عاوز اقول بقى عندي ان ال y بيساوي y زائد x. تعالوا نروح هنا. عاوز اقول ان عندي هنا ال y بيساوي y زي هنا y او ال x بيساوي x في y او زائد y. هنوضح الحكاية دي. تعالوا مثلا ندي ال y قيمة نحطها 5. عاوز اقول ان ال y بيساوي ال y زائد x. ماشي يعني ايه؟ يعني ان ال y بيساوي ال y زائد x بيساوي 5 بيساوي ان ال y بيساوي 5 زائد 16. 5 زائد 16 بيساوي 21. طلع عندي الناتج 21. ماشي عندنا طريقة أسهل إن أنا أقول الكلام ده في الجافا سكريبت من غير ما نضطر إن أنا أكتب إن ال y بيساوي y زائد x. إيه هي الطريقة دي؟ إن أنا أحط الأوبريتور بتاعي البلس ده قبل اللي يساوي. يعني أقول إن ال y بلس بيساوي x. ده اختصار إن ال y بيساوي ال y زائد ال x. ونفس الحكاية في الجمع والطرح والضرب والقسم. تعالوا نجرب الجمع الأول.
رو الاس، لاحظوا ان الناتج 21، فتعالوا الناتج نفسه 21 ما زال 21، ده في حالة الايه؟ في حالة الجمع. تعالوا مثلا نشوف الحكاية دي صح في الحالات التانية ولا لا. نقول كنترول في، نقول ان الواي بيساوي ناقص بيساوي اكس، يعني ما يقابله ان الواي بيساوي واي ناقص اكس، يعني بيساوي 5 ناقص 16 يعني بيساوي سالب 11. يعني لو رحت عملت ران هيطلع عندنا الناتج سالب 11. يعني انا بدل ما اكتب ان الواي بيساوي واي ناقص اكس، لا ممكن اكتب ان الواي ناقص بيساوي اكس وهي هي. طب تعالوا نجرب الضرب. يعني الواي بيساوي واي في اكس اللي هو 5 في 16 اللي هي 80، اللي هي بايه؟ ب 80. اوكي تعالوا نجرب الاسم. خلوها بقى نعكسها، نقول ان الاكس بيساوي الاكس على الواي، يعني هنا ان الاكس بيساوي الاكس على الواي، يعني بيساوي 16 على 5. تعالوا نخليها مثلا 15، طبعا مش هنطبع الواي، هنطبع الايه؟ الاكس. نروح نرن هيطلع الناتج 3 اللي هو 15 على 5. اوكي طبعا نفس الحكايه بالنسبه لباقي الاسم، يعني انا ممكن اقول هنا نقول باقي الاسم وفي الحالة دي هيطلع باقي الاسم بتاعنا بيساوي صفر، لأن 15 على 5 في 3 باقي الاسم بتاعهم بيساوي